مزيان، نتمنى تكون الصحة جيدة خارج المغرب داخل المغرب. الناس اللي ولات تشوفوا فيديو جديد، قبل ما نبدا الفيديو نتمنى ديروا لايك الفيديو وبارطاجيوه للحباب والعائلة، وتكملوا الفيديو تاع التالي وتخليوا لي الكلام السوي في الكومنتار باش يبقى يوصلكم الجديد. البنات والولاد اليوم راني سعيدية، بغيت نوريكم هنا شي مناظر غزالة. راني هنايا في الدار مع العائلة وبغيت نوريكم هاد الحويجات هنايا. خلينا البنات نتمنى تجيو تزوروا السعيدية. شوفوا هنايا على مناظر كي دايرة هنايا غزالة، وكاين هاد البنايات البنات راهم ديور زعما في المستوى وزوينين وصغار، والثمن ديالهم فهو زين، كياخذوهم الناس اللي بغا زعما يجي يشريهم من هنايا. فنينا البنات، وكاين هاد المساحة من هنا خاوية، وفي العشية كتكون غزالة البنات، تقدروا تقعدوا غير هنايا تفريجة وفنة. ودروكا البنات غادي نمشيو لواحد البلاصة هنا في السعودية عاوتاني غادي نكتشفوها جميع، ويلاه معانا نوريكم فين غنمشيو إن شاء الله. البنات والولاد غادي نخرجوا من هاد البنايات دروك، ها هو هنايا كاين البارير اللي كنتاخدو وكاين القراصة، ديروا البنات غزالين في المستوى، وهذا الشيء اللي كاين. دابا غادي نمشيو يلاه معايا تكملوا الفيديو كامل وتعرفونا فين غادي نمشيو لواحد البلاصة هنايا غزالة، ومدينة هنا سياحية وغزالة البنات في المستوى وشاطئية، وجيو تشوفوا معايا فين غادي نمشيو إن شاء الله. دركا البنات حنا وصلنا هنايا لواحد المنظر البنات غزالة هنايا، كاين هنايا كبيرة كيرتاحوا فيها، كاين هنايا بلاصة الجولف البنات عاوتاني والولاد اللي بغا هنايا يجي هنايا، راه مدينة سياحية وواعرة البنات. شوفوا هنا المنظر، غادي هنايا بلاصة الجولف هانتوما تشوفوا، راه مقلقينها بهاد الكرياج، ولكن داخل البنات غادي يدخلوا كيلعبوا هاديك الجولف. عاود كاين هنايا شوفوا هنا مناظر غزالة يا البنات، سعودية زعما اللي ما يعرفهاش غير يجي ليها راه ما يقلقش، راه فيها عطلة زعما يدوز عطلة سعيدة. ونطلبوا ربي الله يحيد علينا هاد الامراض ويحيد علينا هاد الوباء، ومغربنا يا البنات والولاد فين ما يندار في مناطق غزالة. نتمنى تجيو تزوروا هاد المدينة غزالة يا البنات، واجيو معايا نشوفوا الفيديو تاع التالي باش نوريكم بلايص اخرين غزالين ان شاء الله. البنات لابسين عاوتاني بلاد كبير يا البنات، فيه منظر واعر وكبير قداشنا هو المهم، عرفتي ما نقولكم شحال غزال، ولكن سليم عصاف ما غاديش ندخل ليه ونوريكم من الداخل، ولكن نوريكم غير مره هنايا في درك الوقت ما كاينش. كاين مره اخرى الا مشينا دخلنا له ولا غادي نصور لكم ان شاء الله. هذا راه جاي في طريق ديال مارينا، ولا بغيتو تعرفوا فين كاين طريق مارينا البنات تجيو ليه، عرفتي راه غزال ان شاء الله. تجيو تدوزو معاه حتى نهار فيه ولا نتوما والعائله ديالكم، وهذا الشيء اللي كاين. شوفوا هنا على منظر البدايه في الشارع غزال، واحد الوقت واحد الربيع خضر. ولكن البنات غادي نوريكم شي حوايج هنايا غزالين، ودروك هانتوما معانا غادي نمشيو ان شاء الله للبحر الشاطئ، غادي نوريكم شي حويجات في المستوى، وكملوا معايا الفيديو باش تشوفوا شي حوايج في المستوى. البنات هانتوما تشوفوا تبارك الله غزال البحر النهار والشميش الجو حامي، وهانتوما معانا البنات رحنا داخلين هنايا للشاطئ داخلين للبحر. هانتوما تشوفوا دار حتى الطريق غزال هنايا، شوفوا عرفتي على حسب الرمله ولا راه كامله غادي هكا حتى للبحر. درك راني بغيت نوريكم هنايا شي بلايص زوينين باش على حساب الرمله ما ترونوش، وهذا منين تبغيو تخرجوا من البحر. وكاينه حتى السقايه البنات هنايا كيدوشوا فيها، راه فيها الناس ما بغيتش نشدهم، راكم عارفين كيدوشوا الناس بزاف، ما بغيتش نشدهم معايا. وهذا الشيء اللي كاين، دابا غادي نمشيو للبحر وغادي نكتشفوا شي بلايصات غزالين هنايا البنات، ويلاه معايا في السعوديه. كاينه السعوديه وفيها بلايص بزاف كبار وفيها شي حوايج في المستوى. ودرك جيو معايا للبحر البنات نغمو كاع جميعا ونشوفو شي بلايص زوينين، ويلا معايا. شوفو هنا على منظر شحال زوين واعر، شوفو هنا شحال زوينة البلاصة غزالة البنات، ولكن راه الناس كيتمشاو باش ما يشوفوهمش. وهانتوما معانا حتى التالي باش تشوفو معانا الفيديو كامل. شوفو هنا البحر شحال زوين البنات، في المستوى هنايا شوية حلوة، هاوي هاد الديانة هاوي زوينة، نتمنى تجيو تزورو هاد البلاصة. وهادشي اللي كاين هاد البحر هاد النهار شحال زوين هذا.
لكم خرج بنات شحال زوين. نتمنى تجيو لهاد السعيد ديال الناس السعيدية اللي كتشوف نهار غزال. مبروك على الأخوية هادي كي داير. عليا البنات غادي نمشيو لواحد البلاصة عاوتاني نوريكم بلاصة غزالة. فهانتوما معانا إن شاء الله اللي كان غادي نوريكم هو هادشي اللي كاين يا البنات. يلا غتكملو الفيديو تاعي نشوفوك شي بلايص غزالة البنات. البنات عرفتي هاد الكراسة مريحين نرتاحو عليا بشوية الله إلا غير واحد منا يرتاحو. عرفتي التذكرية ديالهم رخيصة مغالياش بزاف راه كيتذكر البلاصة هنايا واحد الثمن مناسب. روحو هنا ترتاحو دوكا ارتاحو شوية هنايا وغادي نمشيو عاوتاني نوريكم بلايص خرين إن شاء الله. هنا على منظر كي داير في البحر والله إلا غزال. وغادي نشوفو هنا الشمس شحال هنا على بلاصة شحال غزالة. وشوفو عاوتاني فيه واعرية البنات على المناظر في مدينة السعيدية. عرفتي في الشاطئ البنات هنا في الشاطئ البنات غزال هاد مارينا مارينا إلا بغيتو تجيو تزوروه. عرفتي مارينا غزالة وكبيرة فيها بزاف د البلايص فنين. إلا بغيتو تجيو تزورو هاد البلايص البنات شوفو هاد الكيلوماتر لي كيلعبو في البحر تاهوما هانتوما. كاين هنا مناظر غزالة في مدينة السعيدية وراني كل ما نشوف شي بلاصة زوينة كنوريها لكم. نتمنى لي بغا شي يزور هاد المدينة يجي يزورها ونطلبو ربي الله يحيد علينا هاد الأمراض وهاد الوباء وهاد الشي اللي كاين. وهذا مكان البنات ويلا معايا كملوا الفيديو تاع التالي باش نكتشفوا دار ما كاين جديد ان شاء الله. شوفوا البنات هنا على منظر عاوتاني شحال غزال والله الا هما كيلعبوا هذوك الولاد منظر واعر وشحال زوين تبارك الله ما شاء الله. البنات الولاد حنا جينا عاوتاني نوريكم هنايا مارينا. شوفوا هنا تبارك الله كي دايره الدنيا هنا غزاله ولكن للاسف راه شويه مشى الحال بحال اللي ما بقاش الضوء بزاف لكن عاد نضربوا واحد الدوره هنايا خفيفه وغادي عاوتاني لقيت شي حاجه اخرى غادي نوريها لكم. واجيو معايا غادي تشوفوا شي حويجات في المستوى. كاين الالعاب ديال الولاد عاوتاني فنينا البنات غزالين ولكن ما بغيتش نشدهم راه تما كاين ولاد بزاف صغار. غادي نوريكم هنا شوفوا على منظر واعر يا البنات والولاد. دركا البنات والولاد حنا جينا المارينا غادي نوريكم هنا ولكن للاسف راه شويه مشى الحال راه قريب المغرب دابا ولا ولكن شويه هنا راه الظلام عاد ولكن ماشي مشكله. جيو تشوفوا معايا هنايا على بخيرات شحال زوينين وعلى منظر والسعيديه والله الا فيها ما يندار. نتمنى تجيو تزوروها. وهنايا كاين الالعاب ديال الاولاد وكاين لي ريستورات هنايا بزاف عاوتاني زوينين في المستوى. شوفوا هنايا على منظر واخا الظلام شويه بحال الضو ما مجهدش ولكن غادي نزومي لكم هنا تشدوا هذا الباطو شوفوا شحال غزال ولكن هنايا هذا المنظر والله الا ما نقول لكم شحال غزال وزين. وهذا الشيء اللي كاين لو لقيت شي حاجه اخرى غادي نشاركها معاكم. وها انتم معانا نتسارعوا شويه هنايا كاع جميع ونمشيو قرابين من هنايا شويه للدار وغادي نوريكم هنا شي حويجات في المستوى اللي ما جاش في السعوديه. نتمنى يجي يزورها ويكتشف هنا شي بلايص غزالين. وها انتم معانا البنات والولاد تنوريكم عاد ثاني شي حاجه اخرى ان شاء الله. البنات عاوتاني هنايا على باطو كاينين هادو البنات عاوتاني كيلعبوا بيهم في البحر. شوفوا على منظر هنا شحال غزال ولكن للاسف شويه الظلام ولكن ماشي مشكله البنات. بعدا بغيت نوريكم نكتشف معاكم هاد البلايصه راها مارينا سعوديه. شوفوا على بحيره قداش واعره يا البنات والله الا نتمنى تجيو تزوروها. وهذا الشيء اللي كاين هذا عاوتاني لقيت شي حاجه اخرى نوريها لكم. يلاه البنات منظر واعر والموسيقى غزال هنايا واحد المنظر الله يما نقول لكم تبارك الله. وهذا الشيء اللي كاين دابا عاوتاني حاجه غادي نوريها لكم. واجيو معايا نشوفوا عاوتاني شي حاجات ان شاء الله. البنات شوفوا هنا على لي طابلو عاوتاني دايرينهم غزال شوفوا على مناظر لا بغيتو تجيو تكتشفوا هذا الشيء راه غزال هذا الشيء. وهانتوما معانا وحنا كنوريكم نصاليكم معانا إلا كانت عاد شي حاجة أخرى غنوريها لكم. وهذا الشيء اللي كان البنات يلاهم نخرجوا كاع جميعا نشوفوا. هاد اللعبة كي دايرة راه دايرها لكم حيوط راه غادي تشوفوها معاكم في الإعلانات كي دايرة كتضربها هنا شحال ما تكون هاي كاين لعب هنا واعرين البنات إلا بغيتو تكتشفوهم أجيو هنا في السعودية تشوفوهم وهذا الشيء اللي كاين. يلا زيد واو هذه
الاولاد بعد ما درنا في مارينا اكتشفنا بزاف هاكم ديال الالعاب بزاف البلايص زوينين ودروك حنا خرجنا ولا بغيتوا البنات عاوتاني نشوفوا بلايص اخرين غادي ان شاء الله نوريهم لكم وهذا الشيء اللي كاين دابا عاوتاني لقيت شي حاجه اخرى غادي نوريها لكم وللاسف راه شويه الظلام شويه ولكن راه باقي الوقت ديال الاخر راه قرابين للدار وهذا الشيء اللي كاين ويلاه معانا فنكملوا الفيديو تاع التالي ان شاء الله. بعد ما درنا الدوره ديالنا وخرجنا كاع جميع البنات دابا جينا كملنا وجينا للدار ودروك هذه هي الدار البنات في السعوديه وغزاله وكاين هنا واحد الحي ما نقولكمش شوفوا تبارك الله هنا في الليل كي جايه دايره واحد المنظر هائل البنات والولاد وهذا الشيء اللي كاين وعرفتي نتمنى تكملوا لي الفيديو وديروا لايك البنات الفيديو تبارطاجيوه للاحباب والعائله وشكرا لكم يدخل القناه ديالي جديد والقديم وباي باي عليكم وبسلامة البنات الى فيديو اخر ان شاء الله عاوتاني في خريجة اخرى ولا فيديو اخر على حسب الوقت وباي باي عليكم وبسلامة عليكم الى فيديو اخر.